السلام عليكم. اليوم جبت لكم ان كاطو وهو البتي فور. نبداو في المقادير: زوج كيلات فرينه معاهم شويه ملح، كيلة زبده نفس الكيل، نص كيلة سكر غلاس، حبه بيض، مغرفه صغيره فانيليا ليكيد، ولا اللي ما عندوش ليكيد معليش يدير فانيليا نورمال، مغرفة صغيرة فلور دورانجي مغزة، ومغرفة كبيرة كاكاو، حتى العجينة نص فاني ونص شوكولا. وللتزيين شوية لي فيرميسيل و لا كونفيتور. نبداو في التحضير. الحاجة الأولانية نبداو بالزبدة، وهذا الكاطو تنجمو تسيوه بالباتور. الزبده تاعنا ماذا بيكا خرجوها من قبل الفريجيدير تاعكم باش تكون طريه شويه، ما تكونش هكذاك قاسحه. نرميو هذيك نص كيلو سكر، نحركوهم مليح حتى هذاك الزبده مع السكر يدخل مليح مليح، ما لازمش الزبده تبان. نرميو هذيك مغرفة صغيرة تاع مازها، عبرو بالمغرفة صغيرة. شوف لي كونتي كاين الزبدة، حبسو بيتخان تاعكم وعاودو جبدو هدوك تاع لي كونتي باش يندمجو قاع مع بعض. ميدك حبشو البيتخان تاعكم وسيو بلا سباتول وسيو هذاك الزبده اللي في لي كوتي. بعد ما كنتو تشوفوا فيها نضبط لي الزبده مليح مع داك السكر هكذا. ولا تذكروا في الاول واسينا الفوي، لانه حنا مي فارينا نحي الفوي ونواسي هذا، لازم هذه الخطوه مهمه لخاطر فرينا ما تنضربش بهذا الفوي. هكذا نسيو نحيو داك هكذا راكم تشوفوا فيها. نرميو هذيك الفرينه تاعنا معاهم الملح زوج كيلات، بسرعة ما توسوش سرعة قوية خاطر هذيك الفرينة ترشلكم.
واسي بسرعة قليلة لا تندمج واسي بشوية سرعة. راكم تشوفوا الخليط تاعنا بعد ما تخلط لي. ملاحظة، إذا كان عندكم البيض تواسيو هاد الكاطو، وكان عندكم بيض صغير واسيو معاه زوج مغارف تاع الحليب، الحليب بارد نورمال. ولا كانت عندكم حبة بيضة كبيرة لافوش ما تزيدوش. واسيو أنا واسيت قرعة، واسيت فيها الزيت. دائما كي تروحوا تستعملوا حاجه في لافوش باش تسهل عليكم كي تحبطوها، دائما تشفشوا الزيت باش تسهلكم في الحفظ. اي كاطو هكذا نعمر شويه تاع لافاني. عمركم ما تكثروا حاجه في لافوش باش تحبط لكم وما تجيكمش ثقيل على يدكم. نص حبيت نديرها فانيليا ونص نديرها شيكولا. السينيوا تاعكم وسيو بابي ولا ماشي بابي، السينيوا وسيو فيها، رشوها بشويه زيت ورشوها شويه فانيليا باش ما يسقط لكمش، وحبطوهم غير بالعقل. السينيوا تاعكم اختي، ولا ما كانش عندك لابوش ما فيها باس، تجيب دي لومبو تاعك وزيد له شويه زيت، كمل العجينه تاعك. يعني الناس ماشي كاع عندها، هي كل حاجه كاين حل. ها حبطيهم باللومبوط، ها ها حاجه سهله. ها شويه واسيهم صغار باش يجيو متحوفين. ها راكم تشوفوا فيهم، نخليهم واحد 5 دقائق 6 كون شعلتو الفرن الفوق تاعكم 180 يتيبو، ما يشدوش بزاف طياب، هادو بين 8 و 10 دقائق لا اكثر. بعد ما وجدوا لي راكم تشوفوا فيهم، بعد ما وسيتهم وسيت الكاكاو، دائما قلت لكم الكاكاو يقصح، دائما زيدوا له هذيك زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الحليب. مام لاباط بيضاء اذا شتوها قاصحه ما تحبط لكمش في لابوش، معليش تشريو تزيدوا لها زوج مغارف تاع حليب على حساب البياض تاعكم. انا كان البيض تاعي صغير وزدت في لاباط بيضاء 6 زوج مغارف حليب، وفي الشيكولا هذيك طبيعه الحال دائما الكاكاو يشرب ينشف. راكم تشوفوهم يوم طيبتهم شابين ولصقتهم بالمعجون وسيت لهم هاد لي فيرميسيل، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتراسلوا لي وبارطاجيو مع احبابكم واسيو لي جيم والسلام.